أهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي، وهي مجهودات مختلفة من قبل الزميلة الإعلامية ميسون عبد النبي. والآن تتواصل مجهودات النساء، هن دائما قادرات على حمل لواء القضية، يعني خاصة أنه الفترة دي بنعيش فترة صعبة جدا، فبالتالي تضافر الجهود المختلفة الشعبية وأيضا الرسمية ممكن يسهم كبير إسهام كبير جدا في خدمة مجتمعنا ويقلل شوية كده من حجم الأضرار. يا حسام، كل تأكيد يا حمزة، لهنا تحية من خلال صباح الشروق. كل كنداغ وكل سيدة وكل أنثى تقدم الخير وتقدم الكثير جدا من شكل المبادرات الطيبة، عليها عدد إسهامات كما ذكر صحيح. حمزة. سعداء تنضم إلينا الآن داخل الاستوديو المبادرة والأستاذة لميس الجحفري، وهي ناشطة اجتماعية وصاحبة مبادرة لمسة خير لدرء آثار الفيضانات، وحديث بصورة عامة عن قيم التكافل والترابط بين أبناء الشعب السوداني. أهلا بك وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي صباح الشروق. أهلا وسهلا أستاذة لميس. يعني نحن نتكلم إنه المجهودات الرسمية مرات ما بتسع لتنفيذ كثير جدا من الخدمات ممكن تقدم للناس المحتاجين المتضررين، لكن الشغل الموازن المجهودات الشعبية بتكون كبيرة، جزء من المبادرة الجميلة الذي لمسة وفاء ومنها لمسة تقدير كمان واحترام لكل أهلنا اللي تضرروا. دينا فكرة عامة عن المبادرة دي. فكرة مبادرة لمسة خير جات في ونسة، كنا عندنا جروب على الفيسبوك، تواصل بين الأصدقاء والصديقات، فكانت الجائحة بتاعت كورونا، فقررنا ليه نحن الحاجة دي ما نعملها حاجة حلوة، حاجة جميلة إنه نساعد بها الناس اللي دخلهم محدود، دخلهم يومي. فكانت في أقول لك شنو، يعني حاجة إنه الناس تغبلت الموضوع، إنه الناس تفاعلت معه، وعلى أساس كده بدينا في لمسة خير، إنها لمسة بتاع التكافل، لمسة بتاع التراحم، لمسة بتاع التواصل بين أبناء الشعب السوداني في كل المجالات، في كل الحاجات الخير، في كل الحاجات الجميلة، الحاجات الحلوة، زي ما تعودنا من جميع أطياف الشعب السوداني في الحاجة الحلوة دي. أكيد أكيد. طيب خلينا نتكلم عن الجهود المختلفة اللي تم بذلها تحديدا في مجال الدعم والإسناد بمختلف الأحداث اللي مرت منذ كورونا والآن الفيضانات لكل الأسر. الجهود اللي تمت كانت جهود عظيمة، جهود مقدرة حلوة جدا جدا من كل أبناء الشعب السوداني بأطيافه، بالأخص المغتربين، وقفوا معانا وقفة جميلة، وقفة حلوة. أول عمل قمنا به في لمسة خير كان دعم الأضاحي، استهدفنا عدد 15 أسرة، منها كفينا عدد 9 أسر. بشوف الحاجة دي كانت حاجة حلوة شديد، يعني المبادرة كانت عمرها شهرين بالضبط أو ما تمت الشهرين، كونه نكفي 9 أسر كانت حاجة حلوة، وكل الدعمات كانت من أصدقاء، من الناس المقربين، من كده يعني ما من جهات ولا كده، فأنا بعتبرها أنه نجاح لمسة خير. عموما الجود بالموجود، يعني ما شرط إلا يكون الحجم المنفذ بكثير جدا من المشاريع، ولكن الحاجة البسيطة ممكن عندها طابع خاص عند الشخص المحتاج. لميس، لو تكلمنا الآن نحن في وقت صعب جدا، قلنا تضافر الجهود الشعبية هي مهمة، شنو اللي بتقدموه الآن للناس المحتاجين في الأزمة اللي عايشينها الآن، السيول والأمطار؟ يعني عندكم حصر معين لمنطقة أنتم استهدفتوها عشان تقدموا لها الخدمة؟ والله نحن لو لقينا نستهدف كل الأسر المتضررة في السودان، بس نحن مكرسين جهودنا على الولاية الشمالية باستفاء خاص، محتاجين لخيم، محتاجين لمشمعات، محتاجين لفرشات أرضية، محتاجين لأمصال، محتاجين لمبيدات، محتاجين إنه الناس تقيف مع بعض، محتاجين إنه نحس ببعض بصراحة. يعني هل قدمتوا حاجة ولا لسه بداية الشارع؟ لسه نحن بادين يا داف في المبادرة بتاعت فزعة الفيضان. جميل. تكلمت قبل شوية عن إنه المبادرة اللي بديت بها كان في زي رصد ل 15 أسرة تميت 9، هل كل المبادرات بيكون فيها مثلا استناد على قواعد بيانات معينة للأسرة المحتاجة؟ بيكون في شكل معين بشكل الإحصاء يعني كحاجة علمية ولا لا؟ بس دي جاب ترتيب لأنه في معرفة بعدد الأسر. مرتبين مع لجان المقاومة في الأحياء، مرتبين مع الناس القريبين من الأسر الحاسين بها أسر متعففة، بنشوف الحوجة الأهم والحوجة الكبيرة، بنقدم الدعم الكبير في مكانه في حده. يعني مثلا لو في أسرة محتاجة يعني كده أكثر من الأسرة دي، فبنقدم الدعم الأكبر للأسرة دي. يعني لميس، يعني المبادرة ممكن تكون في معناها الكبير لمسة وفاء ولمسة خير ولمسة تعاطف كمان. كيف ممكن
تتواصلوا مع جهات معينه سواء كان في توفير الامصال والتفاصيل الصحيه والطبيه مع الوزاره او الاطباء او كذا يعني؟ وهل عندكم جهد رسمي شويه كده عشان يعني تغتنموا منهم تفاصيل مختلفه يعني ما بتهم الناس المحتاجين؟ والله نحن متواصلين طبعا، التواصل عبر السوشيال ميديا، عندنا ارقام حسابات، عندنا ارقام بتاع التحويل. انا من هنا بناشد كل المنظمات المجتمع الدولي، بناشد كل المنظمات الاقليميه انه نعمل توأمه في الشغل، بناشد وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه انه يقيفوا معنا، نخط يدينا في يدين بعض. تواصلتوا معهم انتم؟ لسه ما تواصلنا، انا بناشدهم من هنا انه يا ريت يكون في توأمه، يا ريت الناس تخط يدها في يدين بعض كده. نعم، دور كبير جدا لكل الاجسام، لكل المنظمات، لكل المؤسسات ولكل هذه المبادرات اللي بيطلقوها الناشطين الشباب والشابات، عشان ما المنتظر كثير والمأمول كثير في المستقبل الكريم. خلينا في ختام هذا الحوار وهذا اللقاء يعني متحرك المجال لكلمات اخيره ولرسائل ان اردت في بريد من تشائين. والله في الختام انا بشكر كل مغتربي الولايه الشماليه، لانه بجد يعني مشاريعنا اللي عملناها في لمسه خير مهما كانت المشاريع بسيطه وحاجه كده، بس وقفوا معنا بنسبه 70% اكيد ان شاء الله. وبناشد زي ما قلت لك منظمات المجتمع المدني، المنظمات الاقليميه، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه انه يقفوا معنا، نعمل توأمه، الهلال الاحمر، انه نكمل بعض مع بعض. الخير موجود في الشعب السوداني، ما بقينا على البسيطة، ودي دعوة كمان من خلالنا نحن لكل الخيرين، وكمان نضم صوتنا للميز لكل منظمات المجتمع الداخلية والعالمية أنه تسرع مباشرة في تنفيذ برامجها في الإغاثات والمعونات اللازمة لكل أهلنا المحتاجين. هم قادرين جدا أستاذة لميس الجحفي الناشطة الاجتماعية وصاحبة مبادرة لمسة خير، شكرا على حضورك في صباح الشروق، كتر خيرك. شكرا لكم كثير على إتاحة الفرصة، وشكرا لكل التيم العامل على برنامج صباح الشروق. متقدرين. نعم، وصلنا بكم الآن إلى ختام الساعة الأولى من صباح الشروق، تبقت ساعة أخرى بعد الفاصل.